باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. امبارح اتكلمنا على ارفعوا ايديكم، النهاردة هنتكلم على آية بتقول ارفعوا إلى العلاء عيونكم، ودي برضو بتذكرنا بآية بتقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. طيب يعني ايه ارفعوا عيونكم إلى العلاء؟ دي بقى الآية بتاعت الرجاء. أوقات الواحد تبقى زي ما بيقولوا مقاديفه متكسرة، وكل الدنيا ماشية في التيار عكسي ضد إرادته يطلب، والحقيقة أوقات بنتحط في الظروف دي كلنا، فساعتها ما عندناش غير إن إحنا نرفع عينينا للسماء ونقول له يا رجاء من ليس له رجاء، يا معين من ليس له معين. وأحكي لكم القصة اللي يمكن بكررها معاكم، قصة الملك اللي اسمه يهوشافاط. الملك يهوشافاط ده في مرة من المرات لقى ثلاث شعوب متجمعة عليه، ثلاث شعوب، يعني مش شعب واحد، ثلاث شعوب. طيب يعمل ايه؟ شوفوا قال لربنا ايه، نحوك اعيننا، ما عندناش حاجة نعملها، خلاص مضى زمن الاستعداد للحرب والسلاح حتى الكلام. يا سلام على الانسان اللي اتعود ان ما يحطش رجاءه الا في ربنا ويكلم ربنا كل يوم وهو رافع عينيه للسماء. في فيديو صغير كده جه في 3-4 ثواني قريب انتشر في السوشيال ميديا، جالي على الواتساب. البابا شنودة الله نفسه أرى طلبة، والطلبة دي يظهر كان موضوع صعب من أجل خلاص نفسه. راح بص لفوق، على فكرة الفيديو بيخلص على كده، بس الفيديو ده من أقوى العظات اللي ما خدتش أكتر من 3 ثواني، إنه بيقول له نحوك أعيننا. يمكن المشكلة دي لا يعرف أسقف يحلها ولا كاهن يحلها ولا أنا حتى كبطرك أحلها ولا الفلوس تحلها، المشكلة دي أكبر مننا كلنا، دي بتاعتك أنت. فيها تسليم وفيها رجاء وفيها ثقة وإيمان إن ربنا مش ممكن عين تبصله برجاء ويخزلها. حولي عني عيناك لأنها قد غلبتاني. يبقى الإنسان لما بيرفع عينه لربنا دي ليها معنى كتير قوي. الحكاية دي حصلت مع أب كاهن كان خريج أحد كليات القمة زي ما بيقولوا، وبعدين جاله نداء التكريس فترك كل شيء واتكرس لربنا ككاهن. في الأول المطران أو الأسقف بتاعه اداله المرتب اللي هو كان بياخده في الدولة، يعني كان مرتبه مثلا 25 جنيه اداله 25 جنيه مرتب. بس مع الوقت كل الناس ابتدت تاخد علاوات وابونا ما بقاش ياخد علاوه خالص. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحياه بقت غاليه، وفضلت زوجته تقول له ايه؟ من فضلك يا ابونا كلم المطران على علاوه، وهو رافض يقول ما دام ربنا ما سمحش وما حركش قلب سيدنا انا مش هطلب منه حاجه. في يوم من الايام حصلت مشكله بين ابونا وزوجته، على فكره الكلام ده اللي حكاه ابونا نفسه. المشكله دي ان كانت طالعه مكوه جديده مش عارف اسمها ناشونال ولا ايه، مكوى كهرباء، بعد ما كانت كل البيوت بتكوي بالنار، يعني تحط المكوى على الوابور وتكوي بيها. فقالت له يا ابونا انا عايزه مكوى، والمكوى دي تمنها 8 جنيه وكسور او 9 جنيه حاجه زي كده. فابونا قال لها نجيب منين؟ هي بقى الحقيقه يظهر كانت يعني زي ما تقولوا شايله شويه ومتضايقه شويه ومكسوره شويه. فقالت له اتصرف، مش انت ابونا؟ ما انت اللي رافض تكلم سيدنا، لا على علاوه والناس كلها زادت، شوف انت اصحابك وصلوا ل 40 و45 جنيه وانت لسه بال 25 جنيه، ده اسمه كلام؟ هو سيدنا مش شايف الحياه غاليه ومش شايف العيال والمدارس؟ ابونا سكت. ابونا بيحكي لي بيقول لي ان هو خرج من بيته اللي كان زي ما نقول كده زي قريه او مركز صغير فيها شارع رئيسي، بيته في الشارع من اوله والكنيسه باخره، فما فيش شارع تاني يمشي فيه. وكان طالع بدري قوي الساعه 6 الصبح في الشتاء والناس لسه نايمه، وماشي في الشارع ومش عارف يعمل ايه، مراته زعلانه ومش قادر يكلم سيدنا. فبص لفوق كده في السماء، ده بلسانه هو، بص لفوق في السماء كده وقال له يا رب يعني اعمل ايه؟ ما هي معاها حق وانا مش قادر اتكلم. بيقول بعد 3 خطوات لقى واحد واقف قدامه، طبعا ابونا بيخدم في مركز صغير او قريه كبيره فعارفهم بالواحد. قال له صباح الخير يا ابونا، قال له صباح النور، قال له الظرف ده القدس. فبص كده قال له انا ما باخدش فلوس، واذا كان عندك فلوس روح ادفعها في الكنيسه ما تدهنيش في جيبي انا.
قال له الظرف ده القدسك. ابونا رفض ان ياخد الظرف، راح راجل قال له ايه بقى، قال له الظرف ده القدسك واشتري للمدام المكوى اللي هي عايزاها. ابونا بيقول انا حسيت جسمي بيقشعر ومش عارف اتصرف من الموقف، بس لقيت نفسي من هيبه الراجل ده مش قادر اقول له حاجه، اخدت الفلوس وحطيتها في جيبي وما شكرتوش ولا حاجه من كتر الخضه. مشيت خطوه والتانيه يعني ثانيه واحده، وقلت على الاقل اقول له متشكر. التفت ورايا ما لقيتهوش، مفيش غير شارع واحد والراجل ده مش من هنا. فعرفت ان ده ملاك ربنا اظهره لي انا في صوره انسان. قد ايه الانسان اللي بيرفع عينه لربنا مش ممكن يخيب ابدا. نكمل الموضوع بكره بنعمه ربنا.